اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. شريف برضو يعني احنا خلاص في اخر خمس دقائق في الحلقه ولا حاجه، عايز اسالك برضو رسالتك ايه بقى للاعيبه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، لانها فتره صعبه جدا. عندك مباراتين، مباراه يوم الخميس وبعد كده مباراه يوم 11، وبعد كده ان شاء الله تتجه الى المغرب لملاقات نادي كايزر تشيفز في نهائي دوري الابطال. انا بس يعني الكلام اللي بيتقال كله، يمكن انا قريت شويه احصائيات عن فريق كايزر تشيفز. حصل على الكاس المحلي حوالي 13 مره، واخد البطوله المحليه 4 مرات، واخد كاس السوبر الاوروبي الافريقي مره واحده. أيوة. في 2013 تقريبا، 2015 حاجه. أيوة. كده. فالراجل ده، الفرقه دي فرقه مش سيئه، عندها 20 مليون مشجع في افريقيا، في جنوب افريقيا والدول المحيطه. 20 مليون مشجع، يعني فرقه ليها جماهيريه. أيوة. كايزر تشيفز فريق مش قليل، اذا كان جماهيريا او فنيا كمان، لان انت فريق وصل في نهائي افريقيا. اولا الفريق ده قوي جدا دفاعيا، فريق منظم، فريق بيعرف يتعامل ازاي بره ملعبه وجوه ملعبه. لما تتعادل مع الوداد المغربي في المغرب وتكسب الوداد في المغرب وما يجيش فيه الجوان، يبقى انت فريق كبير. يبقى انت فريق مش قليل. ولما تيجي تلعب عندك كايزر تشيفز في جنوب افريقيا وما تخسرش وما يجيش فيه جوان، يبقى انت فريق كبير. توصل نهائي افريقيا، يبقى انت اكيد فريق محترم وكبير جدا طبعا، واتطورت جدا. وفريق خطر. يبقى لازم اللعيبه لا تنساق للكلام اللي بيتقال ده، اصل ده فرقه ضعيفه، ده فرقه دون المستوى، ده فرقه مش، لا خالص. فرقه وصلت نهائي افريقيا يبقى فرقه كبيره جدا. بصراحه ايه الكلام ده؟ كلام غريب جدا. ما هو الكلام ده لسه الحقيقه ما اتكلمتش في الموضوع ده، هنسيبه للاسبوع اللي جاي، لانه موضوع الحقيقه صعب جدا وممل جدا. ما ينفعش فرقه على رايك تصل الى نهائي افريقيا، واللي اتفرج على كايزر تشيفز بالمناسبه يعرف تماما ان هو فريق قوي جدا. لا ده قوي جدا يا كابتن اسلام. انا عارف إن الحمد لله ان اللعيبه والجهاز الفني الموجودين عارفين قيمه المباراه وقيمه الفرقه اللي هيلعبوها، واهميه مش مطلوبه اهميه، لان ده نهائي بالظبط. فانا مش محتاج ان اقول لك اهميه المباراه عامله ازاي، ولا ازاي احترم الخصم باي شكل من الاشكال. ايوه انا لا انصت لاي كلام يتقال خالص على الاطلاق، ولكن انا كل تركيزي في سيستمي وطريقه لعبي وازاي انا اكون جاهز للمباراه دي. تعرف هي القصه في ايه؟ ان الناس شايفه ان كايزر تشيفز بيلعب بطريقه، هي دي الطريقه اللي بتتناسب معاه، ان هو بيقفل في نص ملعبه وبيلعب على الهجمات المرتده. وبالتالي بالمناسبه البرتغال خدت امم اوروبا، مش دي طبعا اللي فاتت، بنفس هذه الطريقه، بالطريقه دي. واليونان خدتها من البرتغال، في البرتغال بنفس الطريقه دي، بالشكل ده، ان انا بلعب بقفل يعني كويس جدا وبلعب على لعيب واحد، بعمل بلوك هو ده اللي بيحصل من هذا الفريق، محترم جدا، بعمل كاونتر اتاك على اعلى مستوى، افنش بيه اي، يعني انا بلعب على 90 دقيقه في هجمه مرتده واحده ممكن اخطف جون. عشان كده قلت لك استراتيجيه والسيستم بتاعي بتاع الفريق اللي انا هلعب بيه ده مهم جدا. يمكن استاذ موسيماني اكيد درس اكيد الموضوع، اكيد في دماغه 50 سيناريو، ظابط الدنيا كويس في دماغه بشكل كويس جدا. واللعيبه الحمد لله اللعيبه كلها بقى عندها خبرات افريقيه على اعلى مستوى، طبعا خبرات، شبعت خبرات، شبعت محليا وافريقيا، فعندها القدره ان هي ازاي تتكيف مع الاجواء المحيطه، وعارفه ازاي الضغط الاعلام اذا كان من الفرق المنافسه ليك، عشان ازاي تهد استقرارك وتقلل من تركيزك للمباراه دي. الحاجات دي بتاخد دي بعض اللعيبه، يعني الكلام اللي هم بيسمعوه في كل الاعلام من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، دايما تلاقيهم رايحين للنقطه دي، ان يا عم ده الاهلي مبروك وبتاع وخدوا البطوله والكلام الفاضي اللي بيتقال ده، وهذه ليست حقيقه. هل الموضوع ده ممكن ياخد من اللعيبه شويه؟ لا لا، انا الحمد لله يمكن بتواصل مع اللعيبه كلها، يمكن شريف وقفشه ووليد سليمان وكل اللعيبه بتواصل معاهم على التليفون. لا خالص، بالعكس مركزين جدا وعارفين ومتخوفين من المباراه، وده اللي مطمني. قالوا احنا خايفين جدا من الفرقه دي. خايفين جدا دي، يبقى انا كده مبسوط. يعني انت كده فعلا مركز، والناس كلها مركزه، والناس كلها على اتم الاستعداد، لان عارفه قيمه الفرقه اللي قدامهم. فرقه وصلت نهائي افريقيا يبقى فرقه محترمه، مظبوط. هي طريقه بس لعبهم هي اللي مخليه بس الناس تحس ان هم فريق، ولكن ده بيحصل كتير جدا، ودي طرق لعب كتيره جدا. لا لا لا، ودي من ضمن طرق اللعب دي، كايزر تشيفز بيلعب بهذا الشكل اللي هو بيقفل وبيلعب على الهجمه المرتده. ده حقيقي. يمكن احنا عندنا يمكن الجميل في مستر موسيماني ان هو بيلعب بسيستم وطرق لعب مختلفه. بيعرف ازاي يتعامل في الاجواء الافريقيه بشكل مميز جدا، بيعرف ازاي بره ملعبه بيلعب وعلى ارضه بيلعب ازاي، بيغير سيستم اللعب وطريقه اللعب وشكل اللعيبه في الملعب. اذا كانت اللعيبه على الورق بتلعب مثلا سيم 4-1 4-1، اثناء الجيم بيغير شكل اللعيبه في الملعب ازاي، يخلي اللعيبه بتخش من جوه. قفشه ممكن يبقى لعيب وهمي مثلا معظم الوقت من بره، بس ازاي في الجيم بيقدر يخليه يخش من جوه. كل دي سيستم وطرق لعب
مستر نقدر نشوفها خلال الفتره اللي يقدر يشكل اللعيبه بشكل ممتاز بصراحه.